لا هم ذاهبون ولا نحن سنذهب إلى أي مكان آخر، نحن عالقون هنا معاً، والحل لكل ذلك هو تقليص الصراع. هذه هي الخطوط العريضة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت بعد توليه منصبه حول رؤيته لأي حل مع الفلسطينيين. لكن ما الذي يعنيه بتقليص الصراع؟ وبماذا يختلف عن حل الدولتين أو حتى ما يسمى السلام الاقتصادي؟ رؤية بنت للعلاقة مع الفلسطينيين يمكن وصفها بمنحهم ما هو أقل من دولة وأكثر من تسهيلات اقتصادية، فهو يرى في تصريحات كثيرة أنه من الممكن تحسين حياة الفلسطينيين دون الانسحاب من الضفة الغربية أو التوصل لاتفاق سلام معهم. وهذه الرؤية تتضمن منح الفلسطينيين المزيد من الازدهار الاقتصادي وحرية الحركة وتقليل التواجد العسكري الإسرائيلي في المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى منحهم مثلاً تراخيص للبناء في مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية ولم شمل عائلة فلسطينية. في المقابل يرى بنت أن القدس ستبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية، وأنه لا بد من توسيع المستوطنات في الضفة الغربية التي من غير الوارد الانسحاب منها حسب رؤيته. المنتقدون لهذه الرؤية يرون أنها تجاهل للصراع أكثر من تقليصه، فيما يقر المناظرون له بأنه لن يحل الصراع بقدر ما سيعمل على احتوائه. حل الدولة الواحدة الذي لا يتبناه أحد رسمياً وحل الدولتين المطروح دولياً والسلام الاقتصادي الذي تبناه نتنياهو هي الحلول التي لم تنجح بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فهل تنجح رؤية تقليصه؟